صلوا على النبي. دي رسالة لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي ومدير الكورة والجهاز الفني والمشرفين والمسؤولين عن الصفقات اللي بتيجي للنادي الإسماعيلي وقطاع الناشئين. الإسماعيلي طول عمره يعني مصنع النجوم في مصر لكرة القدم، بقينا في حالة ما يعلم بها إلا ربنا. فبلاش صفقات تكون مطاريد الأندية زي ما قال عبد الناصر زيدان زمان، وكنا بنقول إن هو بيقول إيه وهاجمناه، وطلع عبد الناصر زيدان هو اللي كلامه صح. الإسماعيلي بقاله كام سنة بيجيب مطاريد الأندية، بيجيب لعيبة مخلصة ما عندهاش كورة، كبار سن، بلاش ذكر أسماء بقى عشان ما نجرحش في حد، ولكن عايزين صفقات ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يرجع الإسماعيلي مكتشف النجوم وصانع النجوم زي ما كنا نعرف. قطاع الناشئين يشتغل صح، الناس اللي بتشتغل في الصفقات ترضي ربنا وتتكل الله سبحانه وتعالى في جمهور الإسماعيلي. عاوزين حد بيخاف على النادي الإسماعيلي، عاوزين جمهور الإسماعيلي رسالته وكلامه يوصل لمجلس الإدارة، عاوزين الناس اللي اتحبست عشان ماتش كورة من أيام ماتش الزمالك تطلع، مين اللي بيتكلم عنها ومين اللي بيتكلم في اسمها. ودي رسالة برضو للإعلام يسمعنا ويسمع جمهور الإسماعيلي. عندنا حوالي 8 شباب محبوسين من يوم ماتش الزمالك في شهر 2، الناس دي تطلع. الكورة ما بقاش لها معنى في الإسماعيلية بالشكل الصحيح. احنا في مرحلة حتى بناء، ومن ما قبل البناء ما احناش في مرحلة بطولة. فنبني صح ونشتغل صح ونخلي جمهور الإسماعيلي يحس ان هو مطمن عشان يرجع يحضر المباريات، عشان يقدر يشجع بقلب سليم. ولا هي دي حرب على جمهور نادي الإسماعيلي للقضاء عليه؟ جمهور الإسماعيلي بيحب الكورة وحاجات كتيرة بتفرحه لما بيلاقي بس فريقه بيقدم أداء حلو في شكل متميز. احنا مش في مرحلة بطولة دلوقتي عشان تجيب لي نجم بكذا وتعمل صفقات بكذا وتخلي الإسماعيلي في مديونية ما يعلم بها ربنا. مرحلة البناء ان انت تبقى في المنطقة الدافئة، مش حاسين بيها. وكل سنة بنسمع على 5-6 صفقات بتيجي النادي الإسماعيلي وبرضه بننافس على من أجل البقاء، اللي هو لا يليق باسم نادي الإسماعيلي. ومجلس الإدارة نعمل له بيانات ويعلم بها ربنا، ما بتشوفش حقيقة. هو مجلس الإدارة والناس اللي قايمة على كرة القدم في داخل النادي الإسماعيلي مش حاسة إن الإسماعيلي في ظل وجودها بقاله كام سنة في الحضيض، في وضع لا يسمح به. الإسماعيلي ما بيشاركش في أفريقيا، ما بيشاركش في بطولة عربية، ويعني هم ممكن ما يشاركش في الدوري. والإسماعيلي بالشكل ده لو شارك في دورة رمضانية من 5 فرق ممكن ياخد السادس. فالوضع مش حلو. اللي شغالين جوه النادي الاسماعيلي من احساسي ومن طبعي، هل انتوا نفسكم شايفين ان انتوا بتعملوا لمصلحه النادي الاسماعيلي؟ قطاع الناشئين بيشتغل لمصلحه النادي الاسماعيلي، مش عايزين واسطه ومش عايزين محسوبيه، وعاوزين ناس بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في شغلها لله سبحانه وتعالى. عاوزين حب للجمهور، عايزين الجمهور يرجع ورا فريقه ويجري وراه ويدافع عنه ويكون في كل مكان ورا النادي الاسماعيلي. الإسماعيلي يرجع الدراويش برازيل مصر والعرب وإفريقيا، اللي الكرة كده اللي انت بتحسها ليها طعم وليها معنى. المانجا الإسماعيلاوي السنة دي كانت بسم الله ما شاء الله طرحة بشكل حلو كده. الإسماعيلي يرجع يطرح تاني نجوم. وكلمة أخيرة، ربنا يتم شفاء الكابتن إيهاب جلال بسلام ويرجع سالم غانم لينا والمصر إن شاء الله بإذن الله، وموضوع هنتكلم فيه في وقته إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.